وعمالين بيقولوا كلام مش جايب همه، وبالليل يدونا المنحة والصبح ياخدوها مننا تاني. احنا بنتحرق يا ريس، احنا بنموت كل يوم ومحدش حاسس بينا يا ريس. بس يا حبيب، حد يمسك الريس بالطريقة دي؟ ما انا يا ريس تهاني، تهاني ابوس رجلك، تهاني هتروح مننا يا ريس. يا ابني انت عندك مشكلة تهاني، انا عندي مشكلة 80 مليون تهاني. يا ريس بياخدوا فلوس البنوك ويهربوا بره يا ريس، واحنا مش لاقيين العيش الحاف يا ريس. حرام عليكو. الله يخرب بيت الديمقراطية اللي خليتكم تتكلموا كده. سيب رجلي، انا حق عليا اللي سبت الشعب كله عمال اسمع واحد فاسلي زيك. حد يعمل كده؟ ده لو صور في الداخلية كان علقك. معلش يا باشا، من غلبي، انا اصلي على باب الله. يا ابني كلنا على باب الله. انت فاكر انك انت بس المتعسر؟ ما كلنا متعسرين، احنا متعسرين اكتر منكم. طب يا باشا سيادتك، يعني ما تروح للرئيس، انا لسه جاي من عنده، ده راجل طيب قوي. روح لمين؟ للرئيس. انت شايف كده؟ اه. مساء الخير يا ريس. ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر، ويدينا احنا على قد نيتنا الوسخة والغل اللي جوانا. تنساش تكلموا على موضوع تهاني. تهاني؟ اه. انت فاكر يا ريس لما انا كنت الريس وانت مش الريس، وقعدت تمسكني من الجاكيتة والزعق كده وتفتف في وشي؟ ها؟ طيب انا دلوقتي بقى مش الريس وانت الريس. منورنا يا محسن بيه، اتفضل حضرتك. ازيك يا تهاني؟ ما انت زي القمر اهو. اصل الواد رافت وراني صوره ليك امبارح، كنت شبه الخروف الحاقد. ابويا برضو كان بيقول لي كده. بيقول لي كده؟ انما ايه ده كله؟ بتوصيه بيا كده ليه؟ اصل رافت موصيني على حضرتك بالذات. انت عرفت رافت ازاي؟ في الكلية، أصلنا كنا بندرس سوا في معهد خدمة اجتماعية، حبينا بعض بقى، وبعد ما خلصنا المعهد رأفت دخل تجارة وأنا دخلت أداب، وبعد ما خلص تجارة كمل في حقوق وأنا كملت في رياض أطفال، وهو دلوقتي إيه ما شاء الله في المعهد العالي لإعادة إعداد القادة المتوترين. أنتوا مقضينا بقى شهادات ومفيش جواز. هنعمل إيه بقى يا باشا؟ ما إحنا عايزين نكون نفسنا. ما أنتوا بقالكوا 9 سنين بتكونوا نفسيكم. ما هو رأفت شغال الصبح على التوك توك وبالليل بيشتغل هنا، وانا بقى بشتغل هنا الصبح وبالليل في مكتب كمبيوتر. امال بتتقابلوا امتى؟ الفجر؟ لا طبعا، رأفت شغال امن على كومباوند طول الليل لحد الصبح. عايزين نخلص بقى من الاقساط اللي علينا. الاقساط؟ وانا معدي هنا بالاقساط. الباشا الكبير قوي. الله، انت ايه اللي جابك يا ده رأفت؟ وانا يا باشا ما اقدرش افوت فرصه اشوف سعادتك يعني واضيعها. انت ابن حلال. والله يا ابن حلال. مش انت، انت ابن حرام. انت ما دخلتش الفيلا ليه؟ ايه؟ طهت ازاي؟ يا راجل اسمعيني بقى يا بنتي، انت مش فاهمه ايه اللي حصل لي امبارح. انا في مصيبه وطبت على دماغي. الراجل ده وقح وقليل الادب، كان جاي يعزي في جوزي. انا كنت فاكره كده، اتهجم عليا وضربني، كان شارب وحالته زي الزفت. معلش يا محسن بيه، البص اصلا متاخره ولازم تفضلي النهارده. شويه فول بقى يا باشا، عموله مخصوص من عند الجحش. كيف تروح علمي؟ دايما عامل يا باشا. هو انا لحقت اطلب البوليس؟ انا ما ادريتش بنفسي. راجيا بقول لك كان هيقتلني. الله، بس دراسه الجدوى بتقول ان القناه الفضائيه هتخسرنا كتير. مش انت قلت لي ان اي مؤسسه اقتصاديه يلزمها مؤسسه اعلاميه عشان تسندها؟ كوبايه ميه لو سمحت. يا فندم لو سمحت، بعد اذن حضرتك عايز اقول حاجه مهمه جدا. المؤسسه الاقتصاديه نفسها منهاره، فهل من المنطق ان احنا نجيب مؤسسه اعلاميه تسند الاقتصاديه؟ هذا سيزيد الانهيار بل كده. وبعدين يعني كما تعلمنا من حضرتك، انا دراسات الجدوى مع احترامي لها، دراسات جدوى في كثير احيانا بلا جدوى. وحضرتك بقصد او بدون قصد عرسيت كثير من القواعد الاقتصاديه، وانا بتكلم من مطلق هذا. هذا قد يكون جائز في حالات اخرى لكن في حالتنا لا. يا رافض مالك؟ انا اسف جدا يا فندم،
ستك انا اصلي اول مره بشوفها بالنهار سيادتك. شوف مين؟ حسب تعليمات سيادتك. ايوه انا اديتهم العنوان على هنا عشان المؤتمر زي سيادتك ما طلبت. يعني ازاي انت بلطفي تشوفوه بيعتدي عليا وتسيبوني وتمشي؟ انا مش فاهم. هو فكر كده؟ لا ده يبقى شكاك. كويس قوي ان احنا ما تسرعناش. بصي انت عارفه كويس قوي ان محدش مد ايده عليا من ساعه ما المرحومه مات، صح ولا غلط؟ وعارفه ان هو جنبك يجي ويعتذر لي بنفسه. هل تاخر اطلاق قناه هنداوي الفضائيه له علاقه باي خلاف بين حضرتك وبين الدوله؟ لا 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 لا، مفيش اي خلاف بيني وبين الدوله، بالعكس ده انا علاقتي بالدوله علاقه يعني زي الفل. احنا بس عايز اقول لحضراتكم على خبر جديد، اللي احنا قررنا تغيير اسم قناه هنداوي الفضائيه الى قناه بوبوس الفضائيه. ليه؟ لان بوبوس بيدي معنى يا نهار ابوك واقعي انتمائي جغرافي. بوبوس بيبقى بيطرح اطروحه اقليميه يعني تمتد الى البحر الابيض المتوسط، في مفهوم بحراوي ابيضاوي، فبيمتد انتماء اقتصادي. وكمان ما ننساش ان غير الناحية الاقتصادية في نواحي اخرى تختص بالطفل وتختص بالمرأة وتختص بال يعني بالموزز برضو لو في بتكلم انا. فده يعني شيء طبيعي ان يكون في قناة بتلم هذه الموضوعات كلها مع بعض. بس انا حضرتك شايف يعني ان قناة هنداوي تعبر عن الحالة الاقتصادية وخاصة في البحر الاحمر، والامور البحر احمرية واضحة كما يلي. فهناك بحر احمرية ده انت الاحمرية، انت بقى انت بتتدخل ليه؟ استاذ محسن، يا ترى قناة بوبوس الفضائية تنطلق من ميدان الانتاج العالمي؟ لا هي هتنطلق من هنا من قلب بيتي. بيتك 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 يا روح امك احتليته؟ ايه فاكر نفسك ايه؟ ها؟ هي فاكراني بوش ولا ايه؟ ربنا يزيدك يا باشا. ثانك يو مالكي، ثانك يو فيري ماتش مالكي. بره 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 امشي من هنا بره. بيتك بيتك ولابس بدلة فوزي. بدلة مين؟ ايه العبادة دي؟ اقلعها. يلا ادي بقى دي حتى ريحتها معفنه ومنتنه. ها اقلع الهدوم دي. اقلع ده كمان. اقلع ده حتى ريحته معفنه راخر، والزهر كان بياكل زيت خروع وزاني على كل حته في جسمه. وادي البنطلون كمان. يا نهار اسود ومنيل، لابس البوكسر بتاع المرحوم. الف رحمه ونور تنزل عليه. اقلع البوكسر ده. ما انا لو قلعت البوكسر المرحوم هيزعل. اقلع. طب ليه ما بتقوليليش اقلع القميص؟ اشمعنى البوكسر يعني؟ انت مش هتجيبها بره خالص، انا هجري بقى. مش هتقلع القميص وهتقلع البوكسر، هتقلع يعني هتقلع كل حاجة، فاهم؟ لطفي لطفي استنى يا لطفي. دي ست مش كويسة، أزرق سافلة منحطة. انت بتستنى بس يا لطفي، نديها فرصة تانية. فرصة؟ فرصة ايه يا هالة؟ يا ست فاضيالنا اساسا، عايزين نشوف ايه اكتر من كده؟ ده هي فوق وهو تحت، هي فوق وهو تحت. لطفي لطفي استنى يا لطفي. محسن بيه، استاذ لبيب المحامي بتاع مهجة هان. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. تاخدي عنباية حمراء ها وناخد عنباية صفر، أكيد برضه يعملوا حاجة الأصفر مع الأحمر. أولا يا محسن بيه أنا بعتذر جدا. طب ما تيجي أنت بقى تاخدي إيه، واحدة حمراء وواحدة صفراء ها، وأنا آخد إيه، واحدة صفراء وواحدة حمراء. كوكتيل وإيه؟ هم يا ماما. أولا يا محسن بيه أنا بعتذر جدا
من تصرفات مهجة هانم اللي ضايقت حضرتك. أنا مش عايز اعتذارات، أنا عايز فلوس. تأكد يا محسن بيه إن أنا حريص على حقوقك نفس الحرص على حقوق مهجة هانم، بس حضرتك عارف حال البلد، ولذلك أنا بقترح. أنت ما تقترحش، اتصرف مع المتر عبد المنصف وفي النهاية قولوا لي. ها؟ مش عايز قلب دماغ وحياتك. هتباتوا هنا ولا إيه؟ لا ماشي. بقول لك إيه، خد دي اديها هدايا لمواجهة هانم. اتفضل. سلام. ما تيجي بقى نشوف حاجة حلوة كده. إيه بقى؟ لا دي تعور والله؟ اه يعني بلاش؟ بلاش. اه بعدي. اه خليها بقى. صدر قرار من نيابة بتسليم القصر للبنك بكافة محتوياته. هتفضل معانا شوية لغاية ما نعمل جرد للقصر اللي انت كنت حارس عليه في فترة التحفظ. طيب انا هحاسبكم تجردوا تحت وانا هجرد فوق، واللي يجرد الاول يقول التاني انا جردت. ها؟ عشان ما نضيعش شوية. اسف يا باشا، العربيات كلها محجوزة عليها لصالح البنك. المفتاح لو سمحت. بس بقى فتحية، انتحر الحوار على كده بقى. الله، عشان خاطر الحاجة. بتعرف يا باشمهندس فتحية اللي قاعدة جنبك دي جوزها مفتري؟ دي لا، دي ايه، دي عمرها الافتراضي خلص. لا، اللي جنبها، اللي جنبها. اه كل يوم والتاني يقوم رنينها علقة موت، تقوم سايباله البيت وغضبانة. ما يفوتش كام يوم الا وتيجي ام فتحية دي ترجعها له تاني. لو ترجعها له ليه؟ ما هي هتعمل ايه يعني؟ يعني هي هتصرف على نفسها ولا على عيالها ولا على عيال بنتها منين؟ الله يابا خليها على الله. يا ابني استهدى بالله، ده انت الكبير، تسافر ازاي؟ لو غرقت زي اللي غرق ولا مسكوك على الحدود، اعمل ايه هدف امك واخواتك السبع؟ لو اراد ربنا وصلت بالسلامه يابا هصرف عليكم ومش هخليكم تحتاجوا اي حاجه، ولو غرقت يا سيدي اديك هترتاح مني وتشيل حملي من على كتافك، تبقى صرفت على ستة بس. اه موضوع السفر ده بس مهندس خوتنا بيه في الروحة وفي الجاية. العيال خلاص اتخانقوا، قفلوا خالص. لقد حتفقى المناقشة بالنسبة لهم. مالها المناقشة؟ لقد حتفقى المناقشة بالنسبة لهم في الموضوع ده. اه لقد حتفقى. الواد من دول عنده انه يموت برا ولا يقعد في البلد دي فلتو ثانية. مين؟ فلتو ثانية. اه 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 فهمته ثانية. لا فلتو ثانية. دي بتاعت الراجل الكبارة دوت. اللي خد نوفل. خد نوفل. اه ايه ده؟ ده مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر. مين؟ مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر، كله يأمن على بطايقه. واللي معاه حاجة يرميها. خلي بالك في رادار بعد 10 كيلو. بوكسي فينا يا باشا. يلا بسرعة. ايه وبعدين؟ ما تنزل. مين انا؟ هو في حد غيرك ولا ايه؟ اوعى تكون فاكر نفسك باشا. يالا ده انت راكب صفيحة زبالة، انت شكلك مصرصر ياض. اوعى تكون شايفني قصادك ابو ضيق. انزل. جاي لك. ها؟ جاي لك اما اشوف انت مين. حلو قوي، هنقضي السهره صباحي مع بعض. فين انت مين؟ معاك بطاقه يالا؟ لا انا معايا فيزا. يعني ما معكش بطاقه كمان؟ ماشي 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 باشا. ها؟
باشا انا اسف يا باشا، ارجوك تسامحني يا باشا. لا لا لا، اللي ما يعرفك يجهلك يا باشا. انا اسف يا باشا. لا لا انا اسف. قول لي مسامحك يا باشا. انا مسامح. قول لي مسامحك تاني. بس اوعى تاخدها كلها. ها يعني مش مره واحده. حاضر يا باشا. ها حاضر يا باشا، مع الف سلامه. رأفت تهاني، عايزه كل حاجه مظبوط، عايزاكم تقدموا الدرينكس بابتسامه حلوه قوي، عايزه بريزونس، عايزه كلاس، مش عايزه ولا غلطه. الف الف مبروك يا مدام معجة، لطفي بيه ده راجل هايل، ربنا بقى يسعدكم ان شاء الله يا رب. عقبالكم انتوا كمان، قدامكم قد ايه؟ هانت الحمد لله من 3 لـ7 سنين كده ان شاء الله. اخيرا. حاجة غريبة، حد يسأل واحد داخل بيتهم يقول له انت رايح فين؟ فيك الدنيا بتنطط في وشي، لو ما انكشحتش من هنا مش هيحصل لك. طيب انا مش عارف ليه كل ما تشوف وشي تغلي في روحك كده. انا مستنية ناس دلوقتي ومش عايزة حد يشوف وشك عندي، كفاية اللي حصل لي المرة اللي فاتت. اتفضل امشي من هنا. الله، امشي واسيب الناس اللي جاية بيتي؟ طب ارحب بيهم حتى، احنا برضو ناس بتفهم في الاصول. يا رافض تهاني، يلا طلعوا بره. محسن ده المفاجأة الحلوة دي يا فندم. ازيك يا تهاني؟ ازيك؟ لا 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 لا، معقولة ده رب عيالي النهاردة يا باشا؟ ازيك يا رأفت؟ وازاي أمك؟ الحمد لله، كانت عاملة جمعية سيادتك عشان تجيب لنا الملايات بتاعت السرير وكياس المخدات، جت تدفع القسط خسعت معاها يا باشا. طلعت متعسرة رخرة، وعملت إيه؟ أبداً، جت استلفت من أمي. يلا بره بره. طب ثانية برا، ثانية واحدة والنبي يا مدام هتصور مع الباشا. امسك دي، صورني يا رأفت مع الباشا. الضحكة الحلوة بقى يا باشا. يلا امشي بره انت وهو. يلا والله عيال زي الفل، انا بحب العيال دي قوي. بصي، بالرغم من ظروفهم الاقتصادية الصعبة، شو بيحبوا بعض قد ايه، ربنا يسعدهم يا رب. بتيجي نعتزل الناس اللي جاية دول وناكل لقمة خفيفة وننام بدري. هو انت ما تعرفش ان انا مجنونة، ولما الجنونة بتركبني ما بشوفش قدامي. ايه بقى؟ لطفي لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. خلاص يا محسن باشا، خلاص يا مهجة هانم، اتحلت. ازاي؟ بعد دراسة الموقف لقينا ان مفيش حل غير الدمج. ايه؟ شركات سعادتك هتندمج مع شركات الهانم في اتحاد اقتصادي لتكوين جروب سميناه اتش ام جروب، شركات محسن الهنداوي ومهجة النشار العالمية للتجارة. انا مش ممكن اشارك الحيوان ده. استني بس، والدمج ده فائدته ايه؟ لما يحصل دمج بين شركة سعادتك وشركتها، البنك ممكن يديلك قرض يقوم الشركتين دول مع بعض، والقرض لن يقل عن 1,200,000,000. مليار ومئتين. مليار ومئتين. عملت دمج بين شركتك وشركة موجة النشار، وطلبت قرض من بنك الأمان، والبنك معصلك شوية، وانت جاي لي دلوقتي علشان أزق لك القرض ده. اللهم صل على النبي. ايه ده يا باشا ده؟ مكشوف عنك الحجاب. احنا طبعا باستمرار بنحاول نوقف جنب رجال الأعمال اللي بيحبوا بلدهم ونخليهم يقفوا على رجليهم تاني، بس انت موقفك حساس قوي يا هنداوي. وبس في حاجة واحدة يعني عايز اقولها لسيادتك. حاجة دي؟ احنا معانا شريك تالت في الجروب. مين؟